مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا البث الحي من استوديوهاتنا من الرباط. ضيفنا اليوم هو السيد محمد ساجد، الامين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري. رغم زهد ظاهر في المناصب والسياسة، شغل الرجل الهادئ حد الاستفزاز أكثر من منصب وتسلق أكثر من درج. يسعف المظهر الهادئ لمحمد ساجد في إخفاء طموحاته السياسية كما يقول أحدهم، لكن شتان بين ما يظهره وبين ما يخفيه خصوصا انفعالاته. اليوم سنحاوره، سنستفزه وسنصارحه وسنمنحه 90 دقيقة لإقناعنا بوجهات نظره فيما يخص الكثير من القضايا. كيف يرى مستقبل حزبه بعد المؤتمر الوطني الأخير؟ أي برنامج يحمله لتطوير حزب فقد بريقه في المشهد السياسي؟ كيف يستعد الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ ما طبيعة المعارضة التي سيمارسها الحزب في مواجهة الحكومة؟ وكيف يقيم أداء الحكومة في تدبير قضايا الشأن العام؟ هذه الأسئلة من ضمن أخرى سنطرحها اليوم على السيد محمد ساجد، الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري. مرحبا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا. كما سيشارك معنا في هذا النقاش الأستاذ طارق أتلاتي المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذي الكريم. مرحبا، شكرا. وإضافة كما عودناكم إلى فعاليات شبابية سنفسح لها المجال لطرح أسئلتها. أيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام التفاعل مع ما سيجري في هذا النقاش على صفحتينا على الإنترنت، على الفيسبوك وتويتر. ولكن قبل النقاش وكما عودناكم مشاهدينا الكرام سنتعرف رفقة الزميلين عبد الصمد الصالح وعبد المولى بوخريسة على أبرز المحطات في ضيفنا لهذا اليوم. لنتابع. هادئ حد الجمود. لما كانت اجتماعات مجلس الدار البيضاء تصل إلى الباب المسدود لم تكن أسارير محمد ساجد تنذر بشيء. مظهر هادئ لا يسعف الخصوم ولا الأصدقاء في قراءة نوايا الرجل، آخرها ترشح متأخر لم يكن في أولويات محمد ساجد كما يقول، لكنه لم يكن مانعا ليكتسح انتخابات الأمانة العامة ويتربع على صهوة الحصان كرابع أمين عام للحزب منذ تأسيسه في العام 83 و900 وألف. بالصدفة دخل عالم السياسة في العام 93 و900 وألف مرشحا لمقعد برلماني عن دائرة تارودانت التي تعود إليها أصول عائلته لولايتين متتاليتين استمرت مدة انتدابه البرلماني، وهي مدة يقول المنتقدون إن من صوتوا عليه كانوا يسمعون عنه فيها أكثر مما يرونه. يردد دائما أنه لا يجري وراء المناصب، لكنه لا يتردد في اقتناصها إذا سنحت الفرصة بذلك. في العام 2003 تربع ساجد على كرسي عمودية العاصمة الاقتصادية للمملكة، إذ ذاك تم انتخابه ليكون أحد عوامل نجاح نظام وحدة المدينة. في انتخابات يونيو 2009 الجماعية انتخب عن دائرة عين الشق بالدار البيضاء، وبعدها بعشرة أيام خلف نفسه على مقعد العمودية لولاية ثانية في تعبير صريح عن قوته الانتخابية المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي. ميراث عمدة الدار البيضاء الانتخابي يأمل الدستوريون أن يترجمه أمينهم العام الجديد إلى حقيقة في مسلسل الانتخابات القادمة. بعد سنوات طوال أمضاها الحزب خارج الحكومة، يدرك محمد ساجد أن كثيرا من المناضلين قد ملوا الجلوس على كراسي المعارضة التي لم تكن بحسب قراءات ندا قويا للحكومة ولا لمعارضة باقي الأحزاب. الرهان قوي على ساجد لتجاوز ما صار يعرف بالمعارضة الصامتة لحزب الحصان والدخول مع الأوائل في الانتخابات القادمة حتى يصير رقما قويا في مفاوضات الحكومات المقبلة. هذا هو محمد ساجد. طيب أستاذي الكريم، كنحاضروا من منطقة سوس بالضبط من مدينة تارودانت، تولدتوا بمدينة سطات وتدبرون شؤون البيضاويين، إن صح التعبير شنو سر هذه الخلطة العجيبة؟ يمكن نضيف واحد مؤشر رابع، أنني خلقت في سطات، الأصل من تارودانت ديال الوالد والأصل ديال الوالدة من فاس، فأنا في نفس الوقت فاسي وعروبي وأمازيغي. لمن كتميل؟ وكان نفتخر وكان نعتز بهاد الهويات كلها،
والهوية الحقيقية ديالي هي أنني مغربي قبل ما نكون أمازيغي ولا فاسي ولا عربي. طيب، قلتم في تصريح صحفي وكما جاء في البورتري بأنكم ولجتم عالم السياسة بالصدفة، لكن سؤال، واش كل ما حققه محمد ساجد في مساره الشخصي والمهني والسياسي كان بمحض الصدفة؟ هي الصدفة يمكن الكلمة غير ملائمة. هو الدخول ديالي في الحقل السياسي لم يكن مبرمج، حيث أنني عمرني ما فكرت ندخل ميدان السياسة إلا متأخرا، حتى وصلت واحد 45 سنة في السن ديالي التفت للعالم ديال السياسة. وحنا كعدد من المغاربة كانوا كيعلمونا والدينا حاجة واحدة، كيقولوا لنا ديروا اللي بغيتيو إلا حاجة واحدة ما تديروهاش هي السياسة. كيقولنا بعدوا على السياسة. ويمكن هاد الشباب اللي معانا راهم كيسمعوا نفس النصائح من الوالدين ديالهم. إلا جات واحد الظروف سنة 93، ديك الساعة في عمري 45 سنة، وجات واحد الفرصة باش نترشح انتخابات تشريعية. وديك الساعة 45 سنة يعني كونا المستقبل ديالنا، بنينا المستقبل ديالنا، وهذا الشيء اللي حقناه واللي بنيناه كان تسألوا بعض المرات الفضل كيرجع لمن؟ كيرجع لوالدينا بالطبع، ولكن كيرجع كذلك لهذه الدولة اللي ربتنا واللي قراتنا واللي علمتنا واللي خلتنا نوصلوا لهذيك الدرجة اللي وصلنا فيها. وكنظن أن من الواجب ديال كل مواطن صالح أنه في واحد الوقت يحاول يساهم بقدر الممكن في تشييد البلاد، في بناء البلاد، في الدخول في المؤسسات ديال البلاد، باش ما يبقاش غير مستهلك ديال قوات البلاد وديال إمكانيات البلاد، يكون حتى هو مساهم فعال في بناء جزء وفي مساهمة بناء المغرب والتنمية اللي كانت طمحوا لها كنا. واش ما ندمش محمد ساجد في مرحلة من المراحل على ولوجه لعالم السياسة؟ هي في البداية كنت وليت مسؤولية ديال برلماني بمنطقة تارودانت لأربع ولايات، ماشي جوج ولايات، أربع ولايات. ولما انتخبت كبرلماني عشت واحد 3 شهور و4 شهور ديال الحيرة، والحيرة الحقيقية، لأنك تسأل شنو هي مسؤوليتك كبرلماني وشنو هي طريقة العمل باش تنجح في المهمة ديالك، وشنو هي الوسيلة باش تكون في المستوى ديال الثقة اللي وضعوا فيك الناس اللي انتخبوك. وما كاينش واحد خريطة ديال الطريق واضحة، ما كاينش واحد الفهرس اللي كيعطيك شنو خصك دير الا كنتي نائب برلماني، شنو خصك تقوم به. فهادشي كله خلاني نعيش واحد التجربة فريدة في المنطقة ديال تيرودات بالخصوص، لأن اكتشفت بعد انتخاب ديالي هذه المنطقة اللي ما كنتش كنعرفها، واكتشفت الكنز الحقيقي اللي كاين في ديك المنطقة هي الموارد البشرية اللي فيها، وهي التقاليد اللي مازال مرتبطة بها ديك المنطقة. شنو درتي الناس ديال تيرودات شنو بغيتي دير؟ تقاليد ديال التضامن، تقاليد ديال الارتباط بالأصل، يعني المبادئ الكبرى اللي عليها تبنى المغرب ديالنا، كلها موجودة بالحمد لله في هذيك المنطقة. شنو درتي الناس ديال تيرودانت؟ واعتمدت على هاد التقاليد وعلى هاد العقلية اللي كاينة في تيرودانت باش بنينا واحد المشاريع هيكلية بواحد المفهوم تشاركي، بتنظيم الناس ما بينهم، بخلق واحد العدد ديال الجمعيات بالاستباق الى هذا المفهوم ديال التشارك وديال المشاركه مع الدوله لجلب
المزيد من إمكانيات والمشاريع والميزانيات لهذيك المنطقة اللي كانت معدوم فيها العدد ديال التجهيزات الأساسية. طيب نعرج على الحزب. محمد ساجد ظل يمتنع على الترشح الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري في آخر المطاف، يفاجئ الجميع وكيترشح المنصب الأمانة العامة. باش نتحدثوا بصراحة، واش هي قناعة شخصية أم فقط هناك جهة أوعزت لمحمد ساجد أن يترشح لهذا المنصب؟ منذ سنوات في الحقيقة، منذ سنوات وبعض الإخوان الزملاء ديالي في الحزب وهما كيقترحوا أنني نتحمل مسؤوليات أكبر داخل الحزب، مع العلم أنني في الحزب مناضل منذ سنة 93، مناضل ماشي في الهياكل التدبيرية ديال الحزب، ولكن مناضل كفاعل أساسي برلماني في البداية، كفاعل لتدبير الشأن العام في أكبر جماعة اللي عندنا في المملكة، ولكن دائما حامل الضوابط والاستراتيجية ديال حزب الاتحاد الدستوري. فالعدد من الإخوان كانوا كيلحوا أنني نتحمل مسؤوليات أكبر. وجات هذا المؤتمر اللي عقد في شهر مارس الماضي، وهنا الإلحاح كان أكبر وأكثر، وتأيت أنني ما نتهربش من المسؤولية، مسؤولية تدبير حزب مسؤولية جسيمة أكبر بكثير من المسؤوليات اللي تعودت نتقلدها في هذه السنوات الأخيرة، ولكن تحملتها بكل موضوعية بإرادة شخصية بشعور بالمسؤولية. يعني ما كاينش شي جهة أوعزت لي محمد ساجد بالترشح من غير الإخوان ديالي واللي كنشكرهم على هذه الثقة ديالهم، ما كاينش حتى شي دافع آخر اللي خلاني نتحمل اليوم هذه المسؤولية. باش نتحدثوا بصراحة إضافية، وأكيد سمعت هذا الكلام، مجموعة من المصادر، مجموعة من الجهات تحدثت على واحد الصفقة عقدت ما بين محمد ساجد على أساس وما بين البام على أساس أنكم تخلوا على العمودية مدينة الدار البيضاء في الانتخابات المقبلة، على أساس تمكينكم من ودعمكم للوصول إلى قيادة حزب الحصان. ما رأيكم في هذا الكلام؟ أنا عمري ما كنت مرتبط بواحد المنصب، وعمرني ما كنت كنوي أنني نوصل المنصب من المناصب اللي تقلتها، لا على مستوى البرلمان، جات كما ذكرنا قبيلة واحد ظروف استثنائية اللي خلتني أتحمل هذه المسؤولية. نفس الشيء لما جات الإشكالية ديال تدبير الجماعة ديال الدار البيضاء، دارت بواحد طريقة توافقية من خلال الأعضاء ديال المجلس ديال الدار البيضاء آنذاك، وتحملت المسؤولية المرة الأولى والمرة الثانية. هنا هذه المسؤولية اللي قبلت نتحملها اليوم ما عندها حتى شي علاقة من بعيد أو من قريب بأي مساومة أو بأي، يعني الكلام ما كاينش أبدا أبدا، هذا كلام غير، سمعتي هذا الكلام؟ سمعتي؟ سمعتها في الأسئلة اللي كانت كتهيئ، ولكن هذا الشيء أول مرة كنسمعه، وأنا ما نظنش أننا ناخذ اليوم هذا النوع ديال المسؤولية بهذا المقابل ولا بهذه المساومات اللي هي كنظن غير. شي تعقيب أو إضافة على شكرا. مساء الخير سي يوسف، تحية للسيد الأمين العام، وتحية لمشاهدي قناة ميديا أن تي في. بطبيعة الحال السيد الأمين العام راه تحدث على نفسه والتقرير اللي عطيتوه. أنا عندي واحد السؤال فيما يرتبط بالحزب باش ما نمشيوش بعيد، هو بالشخصية ديال الأستاذ ساجد وارتباطه بالهياكل ديال الحزب. أكيد أنه جا في واحد اللحظة ديال الحزب 17 سنة هو في المعارضة، هو شيء غير عادي لاعتبار أن السياق اليوم تفرض أن الحزب اللي مشى للمعارضة غير واحد ثلاثة ديال السنوات يكاد يختفي. إذا جيتي في واحد المرحلة اللي لقيتي فيها أكيد واحد النوع من الاختلافات، اختلافات داخل الحزب، وشيء طبيعي لأن الحزب اللي ما فيهش اختلافات هو ليس بحزب.
أي آليات للسيد الأمين العام يعني قبل أن ينتخب في إطار تدويب هذه الاختلافات للوصول إلى هذا المنصب؟ هل هي واحد الوصفة تدبيرية سحرية التي تفتقد لمجموعة من الأحزاب، أم أنه هناك سر من الأسرار أنتم اللي تتعرفوه؟ هي في الحقيقة لما قبلت أن ندخل في هذا المسلسل ديال الانتخابات لأمالة العامة ديال حزب الاتحاد الدستوري، كان عندي هدف واحد، هو أن نمر الحزب من هذه المرحلة ديال تجديد الهياكل ونخرجوا واحد الصورة متماسكة. والشرط الأساسي هو أن جميع التيارات اللي من الطبيعي أنها تكون مثل هذه المؤسسات السياسية أنها كلها تصب في مذهب واحد، هو الحصانة ديال الحزب باش تمكن هذا الحزب باش يلعب دور أكبر في المشهد السياسي في المستقبل. وشرطي أن هذا الحزب بقى في المعارضة لمدة طويلة، فعلا بقى تقريبا 17 سنة هو في المعارضة، وكما قلتي قليل اللي يمكن له يتحمل البقاء في هذا الموقع ديال المعارضة بدون الدخول إلى تدبير شؤون ديال البلاد بطريقة مباشرة. بقينا في المعارضة بالنسبة للحكومات، ولكن بقينا كذلك في التدبير اليومي من خلال المناصب المتعددة اللي كي يأخذها اليوم الاتحاد الدستوري. وتحملنا مسؤوليات ديال تدبير جماعات محلية متعددة شمال المغرب وفي غرب المغرب وفي مدينة الدار البيضاء اللي هي تعتبر أكبر جماعة على مستوى المملكة. وهذا الشيء كيخلينا كنبقاو دائما مرتبطين بالشأن المحلي بالمطالب ديال المواطنين، وكنبقاو دائما متبعين بطريقة عملية الشأن العام بصفة عامة، وكنبقاو كذلك مواكبين المتطلبات ديال الساكنة. غادي نجيو لهاد النقطة فيما يخص الحزب والانتخابات الجماعية المقبلة، ولكن كيفاش غتدبروا الحزب مستقبلا سي محمد ساجد؟ واش بمنطق الزعامة واختزال الحزب في شخص واحد كما مجموعة من الأحزاب تاريخيا، أو لا بمنطق التدبير الجماعي الديمقراطي؟ غادي تجاوبني على السؤال ولكن بعد متابعة هذا التقرير. بعد تأجيله عدة مرات انعقد المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الدستوري أواخر الشهر الماضي، منتخبا أمينا عاما ومكتبا سياسيا جديدين. بهاجس الحفاظ على وحدة الحزب، دخل المؤتمرون محطة مؤتمر 25 من أبريل الماضي بعد أن كاد التأجيل تلو الآخر أن يخلق انشقاقا في صفوف المناضلين. خلال المؤتمر سعى الحزب لاحتواء الأصوات الغاضبة، حيث لم يخرج انتخاب الأمين العام الجديد عن سنة التوافق، وهو ما زكاه الفارق الكبير بينه وبين المطارد المباشر. المؤتمر عمل أيضا على منح النساء والشباب مكانة داخل أجهزة الحزب التقريرية. قد لاحظتم أن رئاسة المؤتمر كانت مسندة إلى امرأة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الترشيحات. من أصل خمس مرشحين كانت هناك امرأة، كانت رئيسة لجنة الترشيحات امرأة، وكانت هناك رئيستين للجنتين أو ورشتين على من أصل خمس ورشات داخل المؤتمر. إذن هاجسنا هو كما قلت إنجاح المؤتمر من أجل المرور إلى حقبة جديدة ملؤها عزيمة وإصرار، وطبعا هذا كله جاء تكميلا لمسار جاد وحكيم. انتخاب أمين عام جديد لحزب الحصان على بعد أشهر قليلة من بدء مسلسل الانتخابات سماه البعض مغامرة غير محسوبة، لكن الحزب لا يعير الأمر اهتماما بمبرر ثقته في القواعد.
اليوم ليس أمام الأمين العام والمكتب السياسي كثير من الوقت للاستعداد، وهو ما يقلل بحسب محللين من فرص الحزب في ارتقاء مراتب الانتخابات المقبلة. لا أعتقد أن الحزب سيكون من الأرقام الأساسية في المعادلة السياسية المقبلة، ولكن سيكون حاضرا في المعادلة بصفة عامة، سيكون من بين يعني الأحزاب السبعة أو الثمانية الأوائل، ولكنه لن يكون يعني من الأرقام الحاسمة لأسباب متعددة. وأعتقد أن اليوم أن الأمين العام الجديد هو في حاجة أولا إلى إعادة خلق انسجام وتوافق وضبط الإيقاعات بين الهياكل الحزبية خصوصا داخل المكتب السياسي. هذا المكتب السياسي الذي يتكون من شخصيات مخضرمة تنتمي إلى أجيال مختلفة لها خطابات متعددة مقاربات وتصورات، وأيضا المكتب السياسي لا يتوفر على قيادات كاريزماتية قادرة أن تساعد الأمين العام في تدبير هذه المرحلة التي هي مرحلة الزمن الانتخابي. بعد أن كان حزب الاتحاد الدستوري القوة السياسية الأولى في انتخابات 83 900 الجماعية و 84 900 التشريعية، صار عدد المقاعد البرلمانية التي يتولاها الحزب في تراجع انتخابات بعد أخرى، ليبقى رهان الحزب كبيرا على الانتخابات القادمة. طيب أستاذ ساجد، كيفاش غتدبروا الحزب؟ منطق الزعامة، منطق التدبير الديمقراطي؟ أنا كنظن أن هيئة من كهيئة الحزب الاتحاد الدستوري ما يمكنهاش تدبر من طرف شخص واحد، وحنا كنفتخروا في حزب الاتحاد الدستوري بوجود طاقات متعددة مختلفة من جميع الفئات اللي هي كتشتغل وكتناضل داخل الحزب، وما نظنش أنه غادي يكون من المفيد أننا نستغنيو على هذه الطاقات الوافية اللي الحمد لله موجودة في الاتحاد الدستوري. الحقيقة الاتحاد الدستوري كان دائما حزب رائد بمبادئ واضحة بتشبت بالمصلحة العامة بطريقة أساسية، حزب اللي كان داخل في عدة حكومات واللي ساهم في برامج تنموية كبيرة، اللي ساهم في تشريعات جوهرية اللي اليوم كينتفع منها المغرب، ودائما الاتحاد الدستوري كان يستعين على الطاقات المتواجدة كي الآن. شنو برنامجكم لاستوار هذا الحزب هذا؟ نفس الشيء. خاش هادشي اللي كتعاودوا هو نوستالجيا، هادشي الماضي، الآن أنتم شنو غديروا؟ بالنسبة للآن، الآن الحزب يراهن على هذه الكفاءات، يراهن كذلك على المجموعة الشبابية اللي عندنا اليوم داخل الحزب، ويمكن لي نقول لك أنني كان اليوم يلاه كنتلاقى مع هاد الشباب وكنفتخر واحد العدد ديال الشابات والشباب اللي اليوم منخرطين في الاتحاد الدستوري واللي اليوم كيشاركوا في المناظرات وكيشاركوا في تنشيط العمل الحزبي داخل الحزب. طيب أستاذ ثلاثي، أستاذ في الواقع كاين واحد المسألة حساسة، هو أنه أنا كما قلت الحزب جاي هذه 17 سنة تقريبا هو في المعارضة. أنا القراءة اللي يمكن نديروها شوية في العمق، هل تغيير على مستوى القيادة بنكهة، أنت ما شاء الله عليك رجل مال وأمال، أكيد أنك غادي تجر معك الأعيان ديال البلاد، هل هذا في واحد الإذان بأن حزب الاتحاد الدستوري غادي يلعب واحد دور مخالف للأدوار السابقة، ولما لا مشاركة بطبيعة الحال في الحكومة المقبلة، بمعنى أنه أن حزب الاتحاد الدستوري
يطوي صفحة من أجل الدخول لصفحة أخرى بشخصيات دبرت الدار البيضاء وما أدراك ما الدار البيضاء، شاركت إلى جانب المكون أو الذي يقود الحكومة على مستوى التدبير المحلي. هل لكم تجربة يعني من منطلق تجربتكم مع المكون الذي يقود الحكومة أنكم تستطيعوا المواجهة في أرض الواقع؟ هو في الحقيقة طموح ديال أي حزب كيفما كان هو أنه يلعب دور في تحسين المنظومة السياسية داخل الوطن، وكذلك المساهمة في تدعيم هذه الديمقراطية اللي الحمد لله كيمشي فيها بلادنا. واش غادي نكونوا في الحكومة ولا غادي نبقاو في هذا الموقع ديالنا ديال المعارضة؟ يعني لو كنتوا في المعارضة واش ما تعياوش؟ لان 17 سنة راه بزاف. يبدو انهم استأنسوا بهذه دورة المعارضة. احنا كيف ما كان الموقع ديالنا غادي نبقاو دائما عاملين امام انظرنا المصلحة العامة ديال بلادنا كيف ما كان الموقع، كنا في التدبير المباشر او كنا في التدبير الغير مباشر اللي هو تدبير دستوري. معارضه موقع دستوري اللي عنده الدور ديالو، حنا كنبقاو دائما في خدمه المواطنين وخدمه الوطن. طيب رجع تفضل. لان ولات واحد الموضه في المشهد الحزبي المغربي، اي حزب لا يستطيع الاستمرار في المعارضه الا وتيتقلص تيمشيو ليه المناضلين. الان راكمتوا واحد 17 سنه، لنفرض مثلا انكم ما مشيتوش للحكومه، واش غتقدروا تجروا فوق 17 سنه؟ وفي هذه 17 سنه راه مرينا من جوج ولا ثلاثه ديال المراحل الانتخابيه، ثلاثه المحطات الانتخابيه، وكل العدد ديالنا ما تقلص بواحد الطريقه كبيره. بالعكس في الانتخابات التشريعيه الماضيه وصلنا لواحد العدد محترم ديال البرلمانيين على مستوى البرلمان، وصلنا كذلك في انتخابات الجماعيه واحد العدد محترم ديال المستشارين اللي داخلين في تدبير عدد من الجماعات في جميع التراب المغربي. فاحنا ما متألمينش من وجودنا في المعارضه، احنا كنظن اننا الا فهمت استاذ محمد ساجد بانكم زاهدين في التدبير الحكومي وتفضلون القرب، يعني التدبير الجماعي. هو التدبير السياسي بصفه عامه مبني على اسس واضحه. التدبير السياسي شنو هو الهدف منه؟ واش هو الشعارات؟ واش هما الخطابات؟ واش هما الايديولوجيات؟ لا، العمل السياسي الجاد هو العمل المرتبط بمصالح المواطنين، بالمشاريع التي ينتظرها المواطن، بالمشاريع العملية، بالخطاب العملي البراغماتي. هذه هي السياسة الحقيقية، وهذا هو الخطاب اللي اليوم كنعتمدوه في الاتحاد الدستوري لتطوير عملنا السياسي ولتفعيل عملنا السياسي. متأكدين ومرتبطين بما قمنا به احنا كاتحاد دستوري على مستوى تدبير عدد من الجماعات وعدد ديال المرافق وعدد ديال المشاريع الكبرى اللي عاشتها بلادنا. طيب يعني من بين الانتقادات الموجهه للحزب في عهد الامين العام السابق سي الابيض بانه كان عنده مشكل ديال التواصل، الحزب ربما هذه المنجزات فرضا انه كاين هذه المنجزات، ولكن ان صح التعبير كي يعني ما كنبيعوش هذه المنجزات للمواطنين، كاين مشكل ديال التواصل، وهذا ربما كان تؤخذ على الامين العام السابق على الاقل كما كيقولوا المنتقدين ديالو. شنو غديروا انتم في هذه الصدره؟ واش الحزب عنده ذراع اعلاميه قويه او لا باغي يدير شي ذراع اعلاميه قويه على اساس انكم تدافعوا على المواقف ديالكم والخيارات السياسيه ديالكم؟ هي في البدايه لابد من ننوه بالعمل اللي قام به السيد الامين العام السابق السي محمد ابيض، وننوه بالرزانه ديالو، وننوه بالمجهودات اللي قام بها باش يبقى الحزب قائم
رغم هذه المدة الطويلة ديال الوجود ديال الحزب في المعارضة، بقى قائد هذيك السفينة حتى وصلها للمرحلة الحسمية اللي حنا فيها اليوم. وبالمؤكد أننا اليوم غادي نحاولوا أننا نزرعوا واحد الروح جديدة داخل هذه الهيئة السياسية. التواصل إشكالية مطروحة، والتواصل من العوامل ديال الوجود اللي خصنا لابد ما ناخذوها بالاعتبار. وحنا كنفكروا اليوم في إطار إعادة الهيكلة ديال الحزب باش نديروا خلايا ديال التواصل اللي تخلي المواطن يعرف شنو كيدار داخل الحزب وشنو كيدار من خلال الناس الرجال ديال الحزب والنساء ديال الحزب. طيب فيما يخص الاستعدادات للانتخابات المقبله، كيف يستعد الحزب للانتخابات المقبله، وعلى مش علاش غترتكزوا من اجل كسب الثقه ديال الناخبين؟ هي بعد هاد اعاده الهيكله ديال الاتحاد الدستوري دخلنا مباشره في المسلسل الانتخابي، والإشكالية الكبرى اللي مطروحه أمام جميع الأحزاب هي الإشكالية ديال المشاركة ديال المواطن، والإشكالية ديال التخفيف من هاد المفارقة الكبيرة اللي كاينة ما بين المواطن والهيئات السياسية. اليوم كاين واحد القطاع ما بين الهيئات السياسية وما بين المواطنين، لأن كتشاهدوا كتلاحظوا جميع الانتخابات كانت محلية أو شريعية نسبة المشاركة كتبقى ضئيلة وضئيلة جدا. والتحدي الكبير اللي عندنا هو كيفاش نقصوا من هذه القطعة باش نخليوا الناس يشاركوا أكثر في الانتخابات، يعبروا على الرغبات ديالهم، يعبروا على المشاكل ديالهم، يعبروا على الانتظارات ديالهم من خلال صناديق التصويت. ما كتشوفوش استاذ سجيد بان هذا الكلام ربما جاء متاخرا، لاننا احنا يعني مع اقتراب موعد الانتخابات والناس ربما فقدوا، غيكون عزوف كبير ربما على صناديق الاقتراع، لان الناس فقدوا يعني الثقه في السياسه كما تمارس الان. فلهذا فلا بد من تجديد الخطاب. لا بد من تجديد الخطاب السياسي على مستوى العام، ما نبقاوش في المسائل العمومية الإيديولوجية ونمشيو لواحد الخطاب واقعي براغماتي اللي كياخذ بالاعتبار الحاجيات الحقيقية ديال المواطن. وكنظن أن التجارب اللي عندنا في الاتحاد الدستوري من خلال تدبير واحد العدد كبير ديال الجماعات المحلية كتخلينا نبقاو متفائلين مع التجاوب اللي يمكن يصدر من خلال هذه الانتخابات المقبله. استاذ تلاتي لو سمحتي السيد الامين العام، نرجع معك لواحد النقطه، لان انا ملي قصتها قبيله قلت لك الخط الفاصل بين مرحلتين. انا اللي تارتني واحد المساله ملاحظه، انا اللي تنعرف جميع الاحزاب السياسيه تخشى انها دير المؤتمر ديالها قبل الانتخابات، وهذا شيء طبيعي معروف انه تتخاف اللي يكون عندها الغاضبين ويمشيوا ليها ويبقى الحزب خاوي. انتم كانت عندكم واحد الجرأه انكم درتوا الانتخابات قبل من المؤتمر، واش هذا يعني بانكم موجودين للمرحله المقبله؟ يعني اللي يبدو بانه الحزب او ثقه او ثقه زائده في النفس، هذه ثقه كبيره جرأه. هل واش واثقين من راسكم؟ هل هذا معناه انكم ستكتسحون؟ احنا لا بد ما نكونوا واثقين من انفسنا، لان عندنا قناعات قويه اننا كنشتغلوا في اطار تجديد وتفعيل العمل السياسي، وكنحاولوا من خلال هذه الجولات اللي كنديروا، من خلال هذا التواصل اللي كنديروا، نبينوا للمواطنين ان في كامل الاستعداد لخدمه مصالح المواطنين، ماشي لصالح الحزب، ماشي لصالح الهيئه السياسيه، احنا كنشتغلوا لصالح المصلحه العامه، لمصلحة المواطنين. وهذا الشيء ما كنقولوش كخطاب، كنقولوه وعندنا الحمد لله حجج على ما قمنا به
وما قدمناه من خلال التجارب المختلفة ديال جميع الكفاءات اللي عندنا في الهيئة ديالنا. سأفسح المجال مرة أخرى للجمهور الكريم للتواصل معنا. معنا سيدة أميمة البخاري، هي طالبة وفاعلة جمعوية، ستطرحين سؤالك على الضيف الكريم بعد متابعة هذا البورتري. بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، تتابع أميمة البخاري دراستها الجامعية في تخصص البيولوجيا. قبل 21 عاما رأت النور بالرباط، ثم انتقلت للعيش بالجارة سلا. الدراسة لا تحتكر وقت أميمة الكامل، بل تفرد للعمل الجمعوي مكانة خاصة، وهو ما يجعلها دائمة الاطلاع على مستجدات الساحة الحقوقية والسياسية. طيب تفضلي سيدة أميمة. شكرا، وانا جيت سعيده اليوم بحضوري معكم في هذا المنبر. وانا كنقول الاستاذ باللي اليوم كنلاحظوا باللي حزب الاتحاد الدستوري هو واحد الحزب فعلا اللي عرف واحد التراجع في الساحه السياسيه. ويعني شنو رايكم في هذه القضيه؟ واش ناتج على شي حاجه؟ ولا يعني احنا كنلاحظوا باللي الحزب مثلا ما فيهش واحد الشباب، فاليوم كنلاحظوا باللي الشبيبه مثلا ديال الحزب ديالكم الاتحاد الدستوري فهي ما كتخرجش، يعني ما كتفردش راسها وسط المشهد السياسي. وحنا مثلا كشباب شنو ممكن هذا الحزب الاتحاد الدستوري يعطينا؟ حنا كشباب شنو دار لينا وشنو ممكن يدير لينا؟ واكيد اننا حنا عاوتاني كاين واحد الملاحظه باللي حزب الاتحاد الدستوري فهو المؤتمرات ديالو ما كيعقدهاش في الوقت ديالو. شنو تفسيركم استاذ لهادي؟ وكذلك واحد القضيه باللي حنا اليوم كشباب طامحين في هذه الانتخابات في هذه الاستحقاقات المقبله بشي حزب قادر انه يغير من السياسه الحاليه. وشكرا. طيب تفضل استاذ. واش الحزب فعلا عقد المؤتمرات ديالو في الوقت؟ هذه معك الحق ان يمكن تاخرنا في ملائمه القوانين الداخليه ديالنا ديال الحزب مع القوانين ديال مدونه الاحزاب، وفعلا تاخرنا شيئا ما في عقد الدورات ديالنا والمؤتمرات ديالنا. هذا كتكلم بالنسبه للماضي، هذا ما كيعنيش اننا في المستقبل غاديش نكونوا حريصين على احترام مواعيد ديالنا القانونيه اللي كينص عليها القانون الاساسي ديال الحزب. ياخذ الشباب. بالنسبه للشباب، احنا عندنا الان منظمه موازيه ديال الشباب، مؤسسه منتخبه فيها واحد العدد ديال الفعاليات نساء ورجال من جميع المناطق ديال المملكة، وعندنا حضور الشباب في جميع المستويات وفي جميع المراحل، حتى في الترشح للأمانة العامة للحزب كان عندنا مرشح اللي هو مسؤول عن الشبيبة الدستورية. يا أستاذ ساجد، واش هذه قناعة داخل الحزب بأهمية ودور الشباب، أو لا فقط هي نوع من الترف ونوع من الديكور والتأتيت كما مجموعة من الأحزاب؟ أنا كنظن أنها قناعة. وفي البداية ديال الحوار ديالنا تكلمنا على شنو علمونا والدينا، علمونا باش ما ندخلوش الحقل السياسي داك الوقت. اليوم أنا عندي أولاد، أنا اليوم كنشجع ولادي باش ما يبعدوش على الحقل السياسي، لأن التنمية ماشي مشكلة المؤسسات، التنمية والرفاه قبل ما تكون مشكلة المؤسسات ولا مشكلة الأحزاب هي مشكلة المواطنين، والمواطنين خصهم ما يبقاوش كيعتبروا أن الفعل السياسي هو فعل لا يهمهم. بالعكس، خصنا اليوم نعلموا الشباب ديالنا كيفاش يولج لهذا الحق السياسي، وإلا بغينا يكون عندنا مستقبل تنموي فعلي خصنا الانخراط ديال الشباب ديالنا في العمل السياسي. طيب فيما يخص الانتخابات أستاذ، تفضل أستاذ ثلاثة. أنا غير ملاحظة بسيطة سيد الأمين العام، شنو التصور ديالكم باش تردوا هذا الشباب للفعل السياسي؟
لأن اللي متبع المشهد السياسي من الداخل، خطاب سياسي رديء، كلام مبتذل، كيفاش هذا الشيء غيشجع الشباب على أنه يلتحق إلى مشينا بالتصور ديالكم؟ هل لكم من الأدوات اليوم حزب الاتحاد الدستوري كحزب تيعطي واحد الصورة دابا جديدة على أنه حزب قادر؟ هل له تصور معين في دعم المشاركة السياسية خاصة بالنسبة لفئة الشباب والنساء؟ لأنه في ظل ما نتابع كل شيء غادي يدخل لدارو، ولا ما نتبعوا كاع حنا السياسيين ولا هاد السياسة. هو في الحقيقة منذ أن توليت المسؤولية ديال تدبير هاد الهيئة ديال الاتحاد الدستوري، وحنا كنشتغلوا مع الإخوان ديالنا ديال المكتب السياسي في أولا إعادة الهيكلة الداخلية ديال الحزب، وثانيا بخلق أدوات جديدة لجلب المزيد من الفعاليات، وبالخصوص الفعاليات الشابة في هذا المجال السياسي. وحنا على وشك خلق واحد لا فونداسيون، واحد المؤسسة ليبرالية اللي غادي تكون فضاء للانخراط ديال جميع الفعاليات، وبالخصوص الفعاليات الشابة في هذا المجال. وأنا من خلال تجربتي ومن خلال كذلك الانحكاك ديالي مع عدد ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، كنلاحظ أن كاين واحد الخصص، وكاين واحد الرغبة في انخراط في العمل السياسي الجاد اللي بعيد كل البعد على المزايدات أو على الإيديولوجيات أو على المسائل اللي هي خارجة على المصالح ديال المواطنين. طيب عرفوا السيد الأمين العام واحد النقطة بسيطة، لأنه مادام تنتحدثوا على الشباب، الذي يبعد الشباب عن السياسة هو غياب الديمقراطية الداخلية. هل تبقى في غرف الانتظار؟ تبقى في غرف الانتظار في وقتكم هذا تيموت زعيم، لأننا قبيلة راه هضروا على الأستاذ هذا في الزعامة وكذا. هل لكم تصورات جديدة، خصوصا أنتم واحد الشخصية تدبيرية، يعني إلا زدنا التدبير على السياسة ممكن نخرجوا شي منتوج، هل لكم واحد البصمة اللي ممكن نخليو هاد الشباب يقتنع بأن حزب الاتحاد الدستوري راه مخالف من حيث التمييز، يمكن يعطينا واحد التمييز بصح؟ أنا كنظن أن هذا التطور لابد منه، لابد ما نمشيو للمزيد من الديمقراطية، لابد ما نمشيو للمزيد من الشفافية، لابد ما نمشيو للمزيد من إعطاء الفرص لعباد الله والشباب منهم باش يتحملوا المسؤوليات. إلا بغينا نخلقوا آمال بالنسبة للمستقبل، هذا ماشي اختيار، هذه ضرورة، هذا التزام اللي خصنا نقوموا به على مستوى الاتحاد الدستوري وعلى مستوى الهيئات الأخرى خضاني. لأن ما كانش مستقبل اليوم إلا ما كانش مبني على مشاركة الشباب في الحقل السياسي. طيب رجعوا للانتخابات، كيفاش كتقيموا النقاش الدائر حاليا بشأن القوانين الانتخابية، وشنو المؤخرة ديالكم بهذا الصدد؟ الله، بالنسبة للقوانين الانتخابية، الملاحظة الأولى هي أنها جات شيئا ما متأخرة، لأن مواعيد ديال الانتخابات معروفة ومضبوطة، ولا بد من احترامها إلا بغينا، إلا كنا كنأمنوا بالديمقراطية الحقيقية. من المبادئ الأساسية هو احترام المواعيد ديال الانتخابات. خاش كاين كانت هناك دعوات لتأجيل هذه الانتخابات أو الانتخابات السابقة لأوانها؟ احنا ماشي مع تأجيل انتخابات، احنا مع المبدأ ديال احترام الأجالات الدستورية والديمقراطية، احنا مع هذا المبدأ. ولكن لما كنجيو وكنحضروا هذه القوانين المصيرية الانتخابية في آخر اللحظات، هنا كاين واحد النوع ديال الارتباك، لأن اليوم المقترح هو أننا نديروا الانتخابات ديالنا المقبلة تقريبا في الصيف في أيام العطلة. الانتخابات المهنية غادي تكون في شهر
8 8 الناس كلها في عطلة، مقاولات أغلبهم في عطل، الدخول المدرسي، الدخول المدرسي، غادي نديروا انتخابات الجماعية والجهوية بداية سبتمبر مع الدخول المدرسي. إلا غادي ديرها في سبتمبر كيخصك دير الحملة الانتخابية في شهر غشت، ومع من غادير هاد الانتخابات؟ يعني تشغيك راس العزوف تكون نسبة. هذه هي الخطوره ديال هذا الموعد. نرجع لمستوى الخطاب السياسي، لو كان هناك خطاب سياسي اللي تحدثتوا عليه، خطاب سياسي قوي ومقنع، الناس واخا في عطله يمشيو يصوتوا. لو لا اللي في عطله وعنده ذاك العطله السنويه ديالو كتجي ما يمشيش يصوت، غادي يمشي يستافد من وليداته ويمشي يستراح ويمشي هادي. فانا كنقول احنا مع احترام المواعيد والاجالات الانتخابيه، ولكن هاد التاخير ديال النزول ديال النصوص التنظيمية وديال القوانين الانتخابية هو اللي خلنا لنكونوا اليوم في هذا المأزق، وغادي نخاطروا بالانتخابات إلى ما كانتش المشاركة كافية وقوية، بالخصوص بالنسبة للقوانين اللي هي هيكلية بحال القوانين ديال الجهة. احنا اليوم أمل كبير كنعقدوا على هذه الجهوية الموسعة اللي كيرعاها سيدنا الله ينصرو، واللي هي مفتاح من المفاتيح ديال التنمية ديال بلادنا. اليوم غادي ندخلوا هاد التجربة ديال الجهوية الواعدة في ظروف اللي يمكن تكون فيها المشاركة غير كافية. طيب طبيعة التحالفات اللي غتعقدوا مستقبلا بعد الانتخابات، مع من غتحالفوا مع من ما غتحالفوش؟ كنظن ان هذا سؤال ما عندوش ماشي في وقته. انا اللي ممكن اللي يمكن نديرو هي اننا نجتهدوا. واش ما عندكمش تصور لحد الان على التحالفات المستقبليه ديالكم؟ احنا واش غتحالفوا على اساس ايديولوجي براغماتي، على اي اساس؟ احنا كنتحالفوا على اساس واحد، هو المصلحه العامه ديال البلاد، ماشي على حساب واحد الايديولوجيا ولا واحد المبادئ ديال اي حزب كان. كنتحالفوا من اجل المصلحه العليا ديال البلاد. واش هذه المنطقه السيد الامين العام هو اللي تيخلي السيد رئيس الحكومه تيستثني حزب الاتحاد الدستوري من الكتله المعارضه؟ تيقول لك حزب الاتحاد الدستوري واش كيستثناء داخل الكتله ديال المعارضه، بمعنى هل هو يقبل بمنطق الاتحاد الدستوري كحليف؟ هذا من جهه، ولكن بالمقابل تلقاو بانه يقبل منطق حزب الاتحاد الدستوري كاطار عام جماعه، ولكن على المستوى الفردي تلقاو كيفاش مثلا الا خديتي ادريس الراضي كيفاش تجاهدوا فيه داخل مجلس المستشاري، بمعنى انه واش المنطق العام ديال حزب الاتحاد الدستوري مقبول ولكن المنطق الشخصي غير مقبول. انت سي طارق يمكن محلل سياسي، أنا لست بمحللا سياسيا، وهذا التصنيف اللي درتي ديال حزب الاتحاد الدستوري أنه خارج تغطية بالنسبة للمعارضة، لا ماشي خارج تغطية، غير غادي نجيو للمعارضة، غادي نجيو للمعارضة، خرج الاتحاد الدستوري من داخل المعارضة في ارتباط بالتحالفات. أنا كنظن خصكم توضعوا هذا السؤال السيد رئيس الحكومة. احنا في موقعنا الآن متكاملين متماسكين مع احزاب المعارضه، لاننا كنا في واحد المركب اللي هو اليوم هذا الموقع الدستوري. والاشكاليه السيد محمد ساجد، لو انا كناخب فاش غنمشي غنصوت على ايديولوجيا بالدرجه الاولى، على برنامج انتخابي؟ يعني هذه الاشكاليه غتطرح من بعد. احنا نطالب والكل يطالب بفرز واضح للمشهد السياسي، هذا اسلامي، هذا يساري، هذا ليبرالي، يعني باش غنمشي نصوت انا غنكون واضح شنو باغي مع من، يعني شنو البرنامج الانتخابي باش الصوت ديالي يترجم الى سياسات عموميه عندها لمسه سواء ليبراليه او يساريه او اسلاميه. داكشي سولناك على طبيعه التحالفات ديالكم. احنا غادي نحاولوا نتحالفوا مع الناس اللي اقرباء منا بالنسبه للمذاهب وبالنسبه للبرامج والارتباك اللي كاين اليوم، وهذا العزوف اللي كاين بالنسبه للسياسه، وهذه القاطعه اللي كاينه بالنسبه للسياسه جايه ك
كذلك من هذا الارتباك اللي كاين في المشهد السياسي، لان بعض المرات كنلقاو بعض التحالفات غير هجينه طبيعيه متناقضه، هيئات متناقضه كتجمع. علاش كتجمع؟ المصلحه العليا للبلاد، حتى هما تيبروا بالمصلحه العليا للبلاد ولا على مصالح او على مناصب او على شي حاجه من هذا القبيل. فهذا الخلط كذلك كيخلي الناس والمواطن انه ما كيبقاش يفهم شنو هو المسلسل السياسي وشنو هي التركيبه السياسيه. طيب شيء بشيء يذكر باش نجيو دخلنا المعارضه، ولكن قبل ايضا نتحدثوا على المعارضه، واش غيترشح سي ساجد للانتخابات المقبله؟ واش باغي يتولى مره اخرى عموديه مدينه الدار البيضاء؟ سؤال سابق لاواني. يمكن سابق لاواني. هو في الحقيقه انا كان عندي الشرف أنني تحملت مسؤولية تدبير مدينة الدار البيضاء لولايتين، وحملت مع عدد ديال الزملاء ديالي اتحاد دستوري وفي أحزاب أخرى مسؤولية تحريك العجلة ديال التنمية ديال الدار البيضاء، وكنظن أننا الحمد لله استطعنا أن نجعلوا من الدار البيضاء واحد القطب تنموي مؤكد بمشاريع لم تكن الدار البيضاء تحلم بها منذ عقود. وهذه المشاريع كلها وهذه المشاريع اللي هي في دور الإنجاز اليوم هي مفخرة بالنسبة لما قمنا به كمجلس ديال الدار البيضاء، مفخرة كذلك بالنسبة للسياسة الحكيمة اللي كيقودها سيدنا الله ينصرو بالنسبه للتنميه ديال المجالات الحضريه بجميع انواعها. هذه التنميه اللي كتعيشها الدار البيضاء عشناها كذلك في فاس، عشناها في مراكش، عشناها في المدن، وهذا الشيء سابقه لم تكن قبل سيدنا محمد السادس نصره الله. ما كانش الاهتمام بالمجال الحضري. اليوم الحمد لله جميع المدن تتمتع ببرامج بمساهمات قوية ديال الدولة في مجالات متعددة. واش غادي نترشح؟ واش غادي نكون؟ أنا اللي كيهمني هو أن هذه المشاريع وهذه الديناميكية ديال الدار البيضاء تبقى مستمرة. ما طبيعة المعارضة من بعد غنواصلوا، فقط نتحدثوا الآن على الأداء ديال الحزب في المعارضة وطبيعة المعارضة اللي كيمارسها الحزب يعني في مواجهة الحكومة. ستجيبوني على هذا السؤال ولكن بعد متابعة هذا التقرير. بعد أن شارك في كل الحكومات التي تلت إنشاءه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، جاءت تجربة التناوب لتخرج الاتحاد الدستوري إلى صفوف المعارضة. منذ العام 98 و900 و1000 لم يتكلم الحزب لغة أخرى غير لغة المعارضة، برغم سعيه الحثيث غير ما مر للمشاركة في الحكومة. حزب الاتحاد الدستوري يمارس معارضته ب23 برلمانيا و13 مستشارا، ويرى أنه ليس بحاجة إلى ممارسة الغوغائية حتى يعتبر رقما أساسيا في معادلة المعارضة بالمغرب. الإخوان يقدمون مقترحات قوانين في المسائل التي يؤمن بها أو لا تتقدم بها الحكومة. ثانيا أنه يساهم في المشاريع القوانين اللي كتجيب بها الحكومة ومنذ زمان وهي مقبولة، فهو لا يمكن أن يرفضها من أجل الرفض. وكذلك يمكن أن ينتقد المشاريع القوانين أو العمل البرلماني الذي تأتي به الحكومة إذا ما كان لا يناسب التوجهات التي يسير فيها الاتحاد الدستوري. وأخيرا خصوصا في المعارضة الآن في إطار التنسيق، في الكثير من الأحيان تكون هنالك تنسيق مع الفرق البرلمانية الأخرى الموجودة في المعارضة، ولكن لنا خصوصيات في المسائل التي تكون خاصة بالاتحاد الدستوري يمكن أن يمارسها، وبهذه المناسبة الإخوان يقوموا بها على أحسن ما يرام. بالمهادنة تنعت معارضة حزب الحصان حينا وبالصامتة أحيانا أخرى، ففي وقت قررت أحزاب المعارضة الأخرى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة،
نأى الاتحاد الدستوري بنفسه عن ذلك باستثناء بعض المناوشات الفردية، ما يقارب العقد والنصف من ممارسة المعارضة أنهكت الحزب بحسب محللين، وهو ما ينعكس على إنتاجه التشريعي والرقابي. الحزب استطاع أن يكون فريقا يتكون من 23 نائبا في حين لا يتجاوز 13 المستشار على مستوى مجلس المستشارين، وبالتالي هذا أيضا عدم الحضور الانتخابي على مستوى الساحة الانتخابية هو أيضا عامل مهم في موقعة هذا الحزب على مستوى المعارضة البرلمانية. والمتتبع أيضا للإنتاج لمجهود المعارضة سواء في مجال التشريع من خلال مقترحات القوانين أو من خلال المبادرات التي يمكن أن يقوم بها الفريق الاتحاد الدستوري سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يلحظ بدون شك أن هناك غياب تصور واضح لممارسة معارضة يكون الهدف منها أولا هو تقديم بدائل في علاقة المعارضة بالحكومة، وكذلك العمل على يعني متابعة العمل الحكومي بشكل الذي يمكن من تقديم نوع من 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 البدائل والخيارات لفائدة الناخبين بشكل يتم إقناع الناخبين بالخيارات التي يمكن أن يتقدم بها حزب الاتحاد الدستوري. معارضة سياسة الحكومة هو الشغل الشاغل للاتحاد الدستوري بحسب قيادته الجديدة. الحزب يرى أنه ليس بحاجة للدخول في مواجهات سياسية من أجل تسجيل نقاط إيجابية في انتظار الانتخابات التشريعية القادمة، والتي ستحدد إن كان الحزب سيلازم مقاعد المعارضة أم يحيي العهد مع الحكومة. طيب أستاذ ساجد، أعيد طرح سؤال، شنو طبيعة المعارضة اللي كتمارسوها في مواجهة الحكومة، خصوصا البعض كيقول بأنه حزب الاتحاد الدستوري يعني يؤاخذ الحكومة ماشي كيعارضها، يعني معارضة بين قوسين لايت أو صامتة كما جاء في الروبورتاج؟ كنظن أن هذا المصطلح ديال معارضة قوية شديدة خفيفة مصطلح لا مبرئ له، لأن المعارضة ماشي هدف في حد ذاته، ماشي كان في قف الصباح المعارضة وكان يقولوا غادي نمشيو نعارضوا، أبدا. ولكن أستاذ قلت يعني إذا درنا واحد المقارنة كمتتبع شخصي، مقارنة ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، كنشوف مجلس المستشارين معارضة قوية شرسة كيقودها السيد ريس الراضي مثلا، في مجلس النواب ما كنلقاوش ديك الشراسه اللي كاينه في مجلس المستشارين، باش كتفسر هذا؟ انا كنظن ان احنا في موقعنا الدستوري الان خارج الحكومه، ولكن ماشي المعارضه من اجل المعارضه. احنا بعض المرات كنتفاعلوا ايجابيا مع بعض القوانين، مع بعض المشاريع، بعض المرات كنطلبوا إدخال تعديلات على هاد المشاريع ولا هاد القوانين، وبعض المرات ما كنكونوش متفقين وكنرفضوا بعض المشاريع. فهذه ماشي معارضة سيستماتيك أوتوماتيك، معارضة مبنية على الوضوح وعلى المناقشة وعلى تتبع ما هو في مصلحة البلاد. وآخر دليل على هذا الشيء تصويت على قانون الجهة اللي تصوت عليه بالإجماع داخل مجلس النواب. علاش؟ لأن هذا مشروع كنعتقده هيكلي مصيري بالنسبة المستقبل ديال التنظيم الجهوي ديالنا، وكان من الواجب علينا ان نتعاملوا معه بكل ايجابيه. واخا كان طيب. معارضه رافضه، انا شخصيا مقتنع. طيب كيفاش كتقيموا الاداء الحكومي فيما يخص مجموعه من القضايا؟ ناخذ مثلا قضيه التشغيل، وشنو البدائل اللي كتقدموها انتم؟ هي غير باش نبداو من البدايه، لان هذه الحكومه منبثقة على انتخابات ديال 2011،
وهذه الحكومة اليوم ما بدتش من الصفر. لما جات هذه الحكومة تراكم جبرت واحد دولة قائمة بجميع المؤسسات ديالها ببرامج هيكلية عملاقة اللي هي في دور الإنجاز منذ سنوات منذ عقود جميع المجالات جميع الميادين. الحركة التنموية اللي كتعرفها بلادنا بالخصوص منذ مجيء ديال سيدنا الله ينصره في 99 حركة بدون مثيل في جميع الميادين في جميع المناطق في الشمال في الغرب في الشرق في الجنوب في المدن في القرى. برامج طموحة هيكلية اللي كتطلب للإنجاز ديالها واحد الخطة طويلة المدى. فهاد الحكومة لما جات وجدت هاد البرامج موجودة، وجدت لو بلان إمرجانس اللي هو مطروح منذ 10 سنوات اللي مكننا باش نلجؤوا القطاعات الاقتصادية اللي ما كانتش عندنا في المغرب. دخلنا القطاع ديال صناعة السيارات، دخلنا القطاع بقوة ديال قطاع السيارات، دخلنا القطاعات فلاحية مع المخطط الأخضر. هذه كلها برامج هيكلية كبرى اللي الحمد لله كانت قائمة وموجودة، واللي المطلوب من الحكومة اليوم أنها تواكبها وتوصلها إلى الهدف ديالها. واش هي غادا في طريق صحيح الحكومة في هذا الاتجاه؟ أنا كنظن أن بعض المشاريع ماشية، وما خصناش نكرو العمل اللي كتقوم به هذه الحكومة بالنسبة لبعض المشاريع. طيب النقطة باقي جواب سي جواب التشغيل، ما يخص التشغيل. لا لا، لما كنتكلموا على هذه البرامج كلها، لما كنتكلموا على إمرجانس، وإمرجانس هي صناعة السيارات، هي ليوزين ديال غونو اللي ما عرفت كتشغل شحال من عدد ديال الموظفين اليوم. يعني هذه مجمع صناعي كبير اللي نقد واحد المنطقة بكاملها، ولكن هذا الشيء بفضل ياش؟ بفضل السياسة الحكيمة ديال سيدنا والمخطط الاستراتيجي اللي رصدوا سيدنا الحمد لله في البدايات ديال توليه زمام الامور في بلادنا. لما كنتكلموا على في امرجانس توجور على لوفشورينغ، الخدمات عن بعد، اليوم مركبات هائله اللي دارت بجميع المناطق ديال المغرب وبالخصوص في المنطقه ديال الدار البيضاء. المشروع ديال الأوفشورينغ مركب اقتصادي نموذجي اللي اليوم كيشغل 20,000 ديال الموظفين، 20,000 ديال الأطر الشابين والشابات، وهذه كلها برامج هيكلية اللي من شأنها أنها تخلق المزيد من الفرص ديال الشغل. لما كنتكلموا على لو بلان فير، على طنجيمد، على رونو، على مشاريع، على كل ما كنتكلموا على الاستثمارات اللي كتقوم بها اليوم، اللي كيقوم بها اليوم المكتب الوطني للفوسفات. المكتب الوطني للفوسفات كيعرف واحد ثوره نوعيه عميقه في هذا العقد الاخير، يعني واحد التطور يعني تفاؤلي كبير اللي مشأنو اليوم كيخلينا نأملوا أن يكونوا مناصب شغل. طيب شنو موقفكم من مسألة التوظيف المباشر مثلا؟ أنا دائما كنت كنأمن أن التوظيف خصو يجي من المقاولة، وأن تشجيعنا للمقاولة كنشجعوا على خلق فرص الشغل. التوظيف في الوظيفة العمومية كيبقى دائما محدود بدون افاق بالنسبه للتشغيل بصفه عامه.
طيب أستاذ ثلاثي. استخلص في الحقيقة واحد الفكرة أساسية كررها السيد الأمين العام، وهي أنه كان هناك مخطط استراتيجي ديال جلالة الملك. تكلمنا على هذا المخطط الاستراتيجي اللي تيشمل واحد مجموعة ديال القطاعات من أجل النهوض بالعملية التنموية. أنا السيد الأمين العام بغيت نناقش معك واحد المسألة حساسة، وانتم تتعرفوا بأنه لا تنمية بدون تعليم. مؤخرا خرج واحد المجلس الأعلى واحد التقرير في ظرف ديال 8 شهور، هذاك المجلس يفتقد إلى الخبراء. هل تعتقدون بأن مخطط ديال المنظومة التعليمية ديال البلاد تدار في 8 شهور وبدون تعليم عالي؟ هو الإشكالية ديال التعليم إشكالية جوهرية بالنسبة لبلادنا، وكنظن أننا ما تعاملناش معها بالحذر اللازم. كنتكلم على العقود الماضية، وخلينا هذه الإشكالية ديال التعليم تحت على ميرسي، تحت رأمة بعض المرات التقلبات السياسية والتعديلات الحكومية، وما درناش واحد استراتيجية واضحة بالنسبة لهذا القطاع الحيوي ديال التعليم. يبدو أنه ما حصل اليوم في التقرير. كنظن أن اليوم كاين كذلك إرادة قوية ديال سيدنا الله ينصره أنه يعطي ما يلزم من الكفاءات ومن الوقت ومن الإمكانيات للنهوض بهذا القطاع ديال التعليم، لأن بدون تعليم في المستوى بدون تكوين لا يمكن أن نطمح لتنمية شمولية على مستوى المغرب. وكنظن أن وضع استراتيجية واضحة بإمكانيات واضحة بتحديد مسؤوليات واضحة بعيدا عن المناوشات وعلى الخلافات اللي يمكن تكون للهيئات المزايدات السياسية على ما يبدو. احنا كيخصنا تكون عندنا بالنسبة لهذا القطاع الحيوي الاستراتيجي نظرة موحدة استراتيجية واضحة اللي نتبعها كيفما كانت تقلبات سياسية. أيضا من المواضيع ومن القضايا الشائكة الآن التي تثير الجدل ما بين الحكومة أو المعارضة هي مسألة ديال إصلاح صندوق المقاصة. شنو مقاربتكم أنتم في الحزب لإصلاح هذا الصندوق اللي كتقول الحكومة بأنها ماضية في إصلاحه؟ مزيان، إلى تصلح صندوق المقاصات حنا كنصفقوا، ولكن كيفاش تصلح هذا صندوق المقاصات؟ صندوق المقاصات إلى عندكم الأرقام راه وصل لواحد السقف خيالي في السنوات الماضية القليلة. وصلنا كنصرفوا من الميزانية ديال الدولة ما يفوق 50 مليار ديال الدرهم. اليوم فعلا المساهمة ديال الميزانية ديال الدولة في صندوق المقاصات نقصت بطريقة كبيرة. اليوم يمكن هاد السنة غادي نوصلوا لواحد 5 مليار ديال الدرهم، يعني غادي نمشيو من 50 مليار ل 5 مليار ديال الدرهم. هذا إنجاز يحسب للحكومة. جميل جدا. واش إنجاز يمكن يحسب للحكومة ولا يمكن يحسب الظروف والمناخ الاقتصادي اللي عاشوا المجتمع الدولي في هذه السنوات الأخيرة؟ بدون شك أنكم كتعلموا أن جميع المواد الأولية عرفت واحد انخفاض في هذه السنتين الأخيرتين. سعر البترول أيضا، القمح نزل، السكر نزل، البيوتان نزل، البترول نزل من 120 دولار في واحد الفترة إلى 60 دولار اليوم ولا 65 دولار. يعني هذه كلها عوامل اللي خلات هذا صندوق المقاصات ينقص، ماشي بواحد تغيير جذري اللي جابته الحكومة. هذه ظرفية اقتصادية عالمية اللي خلات
اننا نخفضوا اليوم من الحجم ديال هذا الصندوق المقاصد. ولكن هذا الشيء من بركات هذه الحكومه، ولكن البركه، ولكن اللي مهم في هذا الشيء شنو هو؟ التخوف اللي كاين اليوم. الا كان هذا الشيء مديور بطريقه ميكانيكيه، هبطوا الاسعار، هبطت المساهمه ديال صندوق المقاصد. الى غدا ارتفعت الاسعار، الى غدا البترول كان في 200 دولار، اش غادي نديروا؟ واش غادي يمكن نحملوا المواطن هذا الارتفاع الخيالي ديال المواد الاوليه؟ لا اظن. اللي كان تاسف ليه هو اننا ما استغليناش اليوم هذه الفتره الخاصه اللي فيها هذا المناخ الاقتصادي الملائم باش نديروا تدابير اللي تخلينا نتجنبوا غدا هذه الزيادات المتوقعه اللي يمكن تكون. هاد 45 مليار اللي وفرناها اليوم، زدنا من 50 ل 5، فاش وظفناها هاد 45 مليار؟ واش وظفناها في استثمارات هيكليه اللي تمكننا غدا نمصوا الزيادات المرتقبه؟ وجميع الاحتمالات كاينه، ماشي بعيد غدا سعر البترول يوصل 100 دولار. شنو درنا بهاد التوفير اللي درناه اليوم في صندوق النفاذ باش غدا نتفاداو مشاكل اخرى؟ كاين بعض المشاريع اللي هي هيكليه واللي بالاسف ما دارتش. اليوم عندنا مشاريع كبيره ديال تخفيف تكلفه الطاقه في بلادنا، وهنا نفتخروا بالمشروع الهيكلي اللي كيقوم به سيدنا الله ينصرو بالنسبه للطاقات المتجدده. هذا مشروع عملاق اللي كيقوم به سيدنا الله ينصرو، واللي كيشرف عليه سيدنا الله ينصرو، واللي كنظن انه غادي يمكننا باش نوفروا اكثر من 40% من الاستهلاك ديالنا في واحد الافق قريبه ديال 2020. مشكل اخر عندنا بالنسبه لانتاج الطاقه. انتاج الطاقه اليوم كنستعملوا البترول عوض ما نستعملوا الغاز. الغاز اقل تكلفه، وباش يمكننا نهبطوا الثمن ديال الكهرباء اللي كنزودوا بها المملكه، كيخصنا نجتهدوا باش نقصوا من ثمن التكلفه ديال هاد الطاقه. طيب المنتجه عندنا، عندنا مشروع ديال ميناء غازي اللي هادي 15 عام وحنا كنسمعوا عليه. ميناء غازي في الميناء ديال جرف الاصفر، فين هو هذا المشروع الهيكلي؟ وعلاش ما استعملناش اليوم هذه الظروف الملائمه اللي خلتنا نوفروا من الميزانيه ديال الدوله تقريبا 40 مليار ولا 45 مليار باش نوظفوها في هذه الاستثمارات الاستراتيجيه الهيكليه؟ طيب استاذ ثلاثي، ما حنا تنتحدثوا بنبره وطنيه وعاليه. انا طارتني واحد المساله، معروف على الحزب الاتحاد الدستوري بانه فاعل قوي داخل الامميه الليبراليه، بمعنى انه كان تيأدي الدور ديالو خدمه للقضيه الوطنيه. واش الانخراط ديالكم فيما يسمى بين قوسين اللجنه العليا للصحراء ويعتبر خندقه بالنسبه للحزب، على اعتبار انها افتقدت التصور، افتقدت المنهجيه، افتقدت الخبره، وراها معطله. يعني واش راهنتوا بداك الرصيد اللي كان عندكم في الامميه الليبراليه بلجنتين هي معطله؟ وشنو قدم الحزب للقضيه الوطنيه؟ أنا مشينا من صندوق المقاصات والمشاريع الهيكلية عاصمها المشترك الوطنية اللي احنا فيها. إلا سمحتي بغيت غير نكمل الإشكالية ديال صندوق المقاصات، كيف يمكن أن نستعمل هذه الظروف للمزيد من الاستثمارات لتجنب ارتفاع هذا صندوق المقاصات في المستقبل. تكلمنا على الميناء الغازي، تكلمنا على طاقات متجددة،
خصنا نتكلموا على واحد المشروع كذلك استراتيجي اللي شحال هذه وحده كنتحدثوا عليه، هو توسيع الشبكه الحديديه في المغرب. واش نبقاو له؟ لان صندوق المقاصش كيدير، ما حد كتكثر الطوموبيلات وكتكثر التاكسيات وكتكثر الحافلات وكتحط الكاميونات اللي كيديو البضائع، وانت كتستهلك هاد الدعم اللي كيضخم صندوق المقاصات. كيخصنا استراتيجيه مدروسه بالنسبه لتنقيل البضائع، وهذا الشيء ما يمكن له يدار كما في البلدان الاخرى الا عبر الخطوط الحديديه. الخطوط الحديديه ما بين المدن، احنا عندنا شبكه بقات محدوده، عندنا مناطق اللي ما كيوصلش لها اليوم الخط الحديدي، خصنا نستعملوها ما بين المدن، وخصنا كذلك نستعملوها داخل المدن. احنا بدينا في الرباط وفي الدار البيضاء كنلجؤوا لهاد الخطوط ديال التراموي، لان هذه كلها كتساهم كذلك في مص الضغط اللي هو كيجي على صندوق المقاصد. باش نرجع باختصار لان ما بقاش كثير من الوقت، باختصار لان ما بقاش كثير من الوقت، هي بالنسبه للاتحاد الدستوري والمساهمه ديالو في القضيه الاولى الوطنيه، دائما كان الاتحاد الدستوري في الواجهه، وكنظن انه لعب دور اساسي بجعل الفيدراليه الليبراليه تنخرط في هذا المنظور ديال المغرب بالنسبه للقضيه الوطنيه، لان عاده هذه القضيه الوطنيه كانت تهاجم، والمنظور الوطني يهاجم من طرف اي جهه، يواجه من طرف الخصوم ومن طرف كذلك الميولات اليساريه. اما باش يجعلوا اليوم الفيدراليه الليبراليه تعتمد هذه الخطه المغربيه، كنظن ان هذه مساهمه فعاله ديال الاتحاد الدستوري في بلوره وجهه نظر ديال المغرب العادله بالنسبه لهذه القضيه الوطنيه. طيب فيما يخص المغرب اكيد انه يواجه خطر ديال الارهاب، يعني فيما يخص التعبئه واليقظه كحزب شنو قدمتوا في هذا الصدد هذا؟ هو بالنسبه للتقلبات اللي كاينه على المستوى العالمي اليوم، احنا يمكننا نفتخروا في بلادنا اننا كنتمتعوا بواحد الاستقرار اللي ليس له مثيل في المنطقه، وكان الحمد لله على الرؤيه المتبصره اللي عند سيدنا بالنسبه للسلامه والامن ديال المواطنين. وهذا الشيء اللي كنعيشوه في بلادنا من تحولات، من امكانيات متعدده اللي كتعطى اضافيا جميع وسائل الحمايه وسائل الامن بلادنا، كنفتخروا لها وكنفتخروا بهذا الاستقرار اللي احنا لابد ما نكونوا حاضرين. وكنظن ان من الوسائل ديال التعبئه هي تكوين المجتمع، هي لعب ديالنا الدور ديالنا كحزب لتأطير المواطنين على مواجهة هذه الآفات اللي هي بالأسف منتشرة جميع أنحاء العالم. طيب أيضا يعني موضوع يعني يطغى على الساحة الوطنية مؤخرا هو النقاش حول مسودة مشروع القانون الجنائي، أنتم كحزب ذو توجه ليبرالي كيف تقيمون هذا النقاش؟ أنا تبعت من بعيد هذا النقاش ديال هذا المشروع ديال القانون الجنائي. كاين مبادئ اللي هي لا تناقش، مبدأ ديال احترام الحريات العامة، مبدأ ديال احترام القوانين، ولكن كاين بعض التوجهات اللي كاينة داخل هذا المشروع ديال القانون اليوم اللي كنشوف فيها واحد النوع ديال الخطورة، لأن التحريض على القتل
حريض على أخذ الثأر. هذه من المبادئ اللي كنظن أنها خطيرة بالنسبة للمجتمع ديالنا. خصنا نحترم القوانين، خصنا نجرم ما هو يجرم، وما خصناش نبالغوا في هذا الميول اللي كنشوفوه اليوم يمكن يمس مبدأ الحريات العامة. أستاذ لاتي، سؤال ويرتبط حقا لأن عنده علاقة بالحريات الفردية والجماعية، يعني شنو التصور ديالكم لهذه الحريات في ظل هذه الحكومة، على اعتبار أنه لاحظنا بأن واحد مجموعة من الإطارات تعرضت لواحد النوع من الخلخالة، ما بقاتش متوازنة، منها القطاع ديال رجال الفكر، منها مثلا الإعلام، ومنها حتى القضاء. يعني واش نتوما عندكم واحد التصور تشوفوه في هذه اللحظة بأنه كاين هناك واحد التراجع فيما يرتبط بالحريات الفردية؟ يعني واش عندي الحق نقول اللي بغيت؟ لأن مثلا نقدر نقول لك شي حاجة وأنت تكون في الحكومة ونخرج غدا نولي في المشاكل. هو في الحقيقة الحمد لله على بلادنا اللي خدات هذا المسار التنموي الهائل الديمقراطي السياسي التنموي في هذه السنوات الأخيرة. ولكن ما خصناش يكون تناقض ما بين هذه المسيرة التنموية الهائلة اللي كنعرفوها تحت القيادة ديال سيدنا الله ينصره، وبعد النصوص اللي عندها واحد طابع شوية تراجعي. كيخصنا مواكبة هذا المسلسل ديال التنمية من جميع الجوانب ديالو، بما فيها الحريات العامة، بما فيها احترام الاختلاف، بما فيها احترام الإبداع، بما فيها جميع الجوانب اللي هي جزء لا يتجزأ من هذا العمل التنموي اللي كنقوموا به في بلادنا. طيب، تعليقكم على الأسماء والقضايا التالية. سي المعطيب وعبيد. سي المعطيب وعبيد مؤسس لهذه الهيئة اللي أنا كنتشرف بتدبيرها اليوم، من الوطنيين الكبار اللي عرفتهم بلادنا، اللي تحملوا مسؤوليات عديدة، واللي كان دائما متشبث بالثوابت ديال الوطن. سي إدريس الراضي. سي إدريس الراضي زميل مستشار برلماني بأسلوبه الخاص، مناضل متشبع بروح المسؤولية، وهو من أوجه البارزة في الاتحاد السوري. سي إدريس جطو. سي إدريس جطو صديق، عاشرته لسنوات متعددة، وعرفت فيه الرجل الوطني المتميز، الرجل المخلص المتميز، وبجميع صفات رجال الدولة. سي عبد الإله بن كيران. سي عبد الإله بن كيران من الزعماء ديال بلادنا، كنفتخر بمعرفته له، كنعرفو وما كنشكش في الوطنية ديالو، اللي كنطلب يمكن منه ويمكن نتجرأ باش نعطيه واحد النصيحة متواضعة، هو أنه يتحكم أكثر في الأعصاب ديالو، وأنه يكون هادئ بحالك، وأنه يتناول المشاكل ديال الدولة بواحد النوع ديال التواضع. ما رأيكم في الجدل القائم حول الفيلم الأخير لنبيل عيوش وقرار الحكومة بمنع عرضه في القاعات السينمائية؟ أنا بالحقيقة معكم توجه ليبرالي. الحقيقة ما تبعش هاد المسألة ديال هاد الفيلم، عرفت أن النقاش واسع كان وأن الحكومة أخذت واحد القرار بمنعه. أنا كنتمنى
أن هذا القرار يكون صائب، لأن احترام الحريات احترام الإبداع خصو يكون، ولكن ما خصوش يكون على حساب المشاعر ديال الدولة العميقة. ما رأيكم في التعديل الحكومي الأخير؟ بدون تعليق. سلبا ولا إيجابا؟ بدون تعليق. آخر سؤال، واش كتشوفوا سي محمد ساجد راسكم عندكم البروفايل ديال رئيس حكومة مقبل؟ هذا سؤال شاسع. هذا سؤال غير في وقته وسابق لأوانه، وحنا ما عندنا الطموح الآن إلا أننا نقوم بهذا الواجب وهذه المسؤولية اللي احنا تحملناها. وقت البرنامج انتهى، شكرا جزيلا لسي محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أيضا الشكر الجزيل لأستاذ طارق التلاتي، الشكر موصول للجمهور الكريم الذي تابع معنا هذا النقاش، أقنع أم لم يقنع؟ الكلمة لكم مشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعة أو التعليق على ما جرى في هذا النقاش على صفحتينا على الفيسبوك وتويتر، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.